الحبيبه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومساء الورد والانوار والغوز 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 وكل شيء غوز. المهم كنتمنى تكونوا جميعكم مزيانين، وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم، شكرا على اللايك ديالكم، وشكرا على الدعم ديالكم ليلي، شكرا بزاف البنات وحتى صاحبتي خديجه، شكرا بزاف. والمهم جيت معكم اليوم فيديو جديد. كيف غادي تشوفوني ملي تلقوني جالسه هنايا في هذا المقر هذا، وفي العنوان شي موضوع اجتماعي، عرفوا بلي غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي يعني طلبوه لي بلوزوغ بنات، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، على الموضوع ديال كيفاش حيت لاكوش لولدي. هذا الموضوع فريمون عياني، وكنت هزالو الهم كبير بزاف بزاف بزاف، والحمد لله دابا تهنيت كليا من لاكوش. حتى في لاسيست ما كنديرلوش، بعض المرات في لاسيست يعني كما كيعمل لي والو في لاكوش ديالو، زعما في سليب ديالو، وخليت له لاكوش دابا غير الليل، كندير له واحد بالليل سيتو. كيفاش درت له؟ واش كان صعيب ولا لا؟ المهم انا نقول لكم كيفاش بديت معاه من الاول حتى الاخر. اول مره بغيت نبدا معاه كان باقي صغير بزاف، كان عنده عام ونص بوتيت هكاك، بديت كنحط له ديك البو هنايا اللي كيعرفتوا البو فيهم وفيهم. المهم نقدر نحط لكم دي زيماج هنايا هاد البو اللي غادي يسلككم. المهم واحد البو اللي داير بحال الكرسي، كتستعمليه بحال سلوم، كيطلع عليه حدا لافابو يغسل يدو كلشي، كيكون عنده الغطا ديالو، كيكون داير بحال شي كرسي هكا بحال شي لعبه، كنحط له في الصالون في اي كوا باش هكا كيقدر يجلس عليه فوق ما بغى. وكاين ديك لي بو الكلاسيك اللي كيكونوا دايرين، كيكونوا في كارفور في اي بلاصه دايرين هكا، اللي كنا درنا عليهم حتى حنايا وكلشي، هادوك كلاسيك جدا. الاخرين كونفورتابل عليهم وغاليين عليهم، وهادو المهم كيكونوا هكا دي سوغو واقيلا ولا ما عرفتش شحال كيديروا في كارفور. هذا من الاحسن يعني، انا راه عندي ما كنستعملوش عمر، يعني هذا من الاحسن ديروه له بالليل مني غادي يكون صافي تعلم يمشي للطواليت وكلشي، بقات له غير لاكوش الليل، وبديتي كترينيه باش يبقى مني ينوض بالليل، ملي كضربوا الفيقه ولا شي حاجه بحال هكا خاصو يتعلم انه مني تجيه داكشي يقول لك مامو يفيقك مثلا، ويقول لك باغي ندير بيبي، ويدير تما في ديك البو ديالو. هذه دابا ان شاء الله حتى يكبر شويه، هذه باقي شويه سينو غادي تحتاجوا هاد البو اللي قلت لكم، ولا هذاك العادي. وعندكم عاوتاني واحد الاخر، واحد داير بحال الطاس كتحطيه على الطاس ديال التواليت، هذه حتى كيتعلم صافي كتحيدي له البو كيبقى يمشي ديريكتومون للتواليت، يعني كديري له تما يا اما البو ديالو اللي داير بحال الكرسي كديريه كيوقف عليه تو سامبلومون، كيوقف عليه ولا كيمشي كيدير عليه رجليه باش يطلع للطاس ويجلس على هذاك ديالو. هادشي اللي كاين البنات، هادو بالنسبه للوازم اللي غادي تحتاجهم. سينو بالنسبه لكيفاش درت له المره الاولى، كيف قلت لكم بديت معاه هكا فشي عام ونص ولا ما عرف، بديت كنوري له كنقول له جلس على البون دير هادي، ما كانش كيبغي الصراحه، ما كانش كيبغي، كان كيبكي ما كيبغيش نهائيا يجلس عليه. سينو كنت كنقول له عمل لي بيبي غادي نعطيك كادو، اولا يلا دخل في عامين في ديك الساعه عمل لي بيبي غادي نعطيك كادو شي حاجه بحال هكا، كان يجلس فيه ومني يجي بيبي ينوض سبحان الله، ما كانش كيبغي يجلس فيه، ملي كيجي بيبي كينوض وكيطلقهم لي في الارض. ومن بعد عاوتاني واحد النهار وقيلا تخلع مني هبطولو في البو بحال اللي تخلع، بدا كيدير ها في الاخر فرحتو زعما قلت له واه برافو عطيت له حلوه وهذا. المهم هذه كان فرح بها ديك الساعه صافي، بقات واحد المده عاوتاني رديت له لاكوش، ما عرفتش واش كنت تلهيت ولا جات شي حاجه، صافي ورديت له لاكوش ما بقيتش درتو معاه، حيت خاصكم تداوموا البنات، ما خاصكمش تقطعوا له ولو نهار واحد، ان فوا تبداو ما تقطعوش. هذا هو السر كيفاش غادي ينجح لك ان الدري يدير يحيد ليكوش صافي. انا نبدا لكم حكايتي انا زعما، وانتم خذوا من هذاك الشيء اللي بغيتوا. من بعد البنات صافي مني رد لاكوش صافي، حتى لدابا ما كنت كنقول له يلا نمشيو للتواليت ولا حاجه بحال هكا، ولكن عادي ما كانش كيبغي يجلس لي على البو عادي جدا، ما مولفش وبزاف د الحاجات صافي. من بعد شنو درت؟ خديت واحد القرار قلت صافي علي ليكول، خاص الدري يحيد لاكوش، يعني خاصني حشدني الناس يعني خاصني فريمون نحيدو له صاي اليوم قبل غدا، ما صافي ما قدرتش عاد باغيه نخلي له، ما غاديش يجلس حتى يفهم وهذا. واخا ليكول كانوا قالوا لي زعما ماشي مشكل يحيدوا له لاكوش، ولكن كنشوف انا الانسان سي با لوجيك يحيدوا له واحد نهار يومين ثلاث ايام، ولكن باش يحيدوا له ديما راسي امبوسيبل، غادي يردوا لي ويقولوا لي هاكي خدي ولدك حتى تحيدي له لاكوش وجيبيها ولا حتى لها مجي صافي.
من بعد جبت البون حطيته له في الصالون. كان دابا ولا كيفهم يعني عنده عامين ومني بديت معاه كان عنده عامين وخمس شهور ودابا يلا دخل في عامين وست شهور. كنقول له سام الي تو تاسوا سولا لو بو هذا هنايا فين غادي دير بيبي. في الاول هي بالكلاص دابا اللي بديت كيدير بيبي بالوقف دابا بالوقف بيبي وكحاشكم بالكلاص سينو في الاول كان كلشي بالكلاص. كنقول له كلاص ها انت ديسانيمي. كنت كنديرو في الصالون كان ديما عندي صالون مرون. المهم كنديرو هنايا في الصالون كتشوفو بيبي حاجاكم كيقطر وهذا يلا كدوزي عليه كيجي كيتصطم لك على داك الماء كيبقى فيه طويبعات. المهم كنت زعما كارها الصالون صافي كيتفرج وجالس عليه وهذا حتى كيدير شي حاجه كيتخلع. مره كان كيدير لي على برا بزاف د المرات ماشي غير مره كنتبعو حيد الطبي اللي كان عندي في صالون مونجي بزاف د الحاجات ما غايخلي فين يدير لك سواء الكبار سواء الصغار خاصك تصبري وما تضربيهش توسعي الخطر يعني الدري الا ضربتيه ما عمر غادي يمشي لك البو كيف كنظن حيت غادي تخوفيه ما غاديش يبقى يبغي كتحبطي وكيقول علاش انا كندير هادشي كاع فهمتي يعني من الاحسن يبقى يديرهم في سروالو احسن فهمتي صافي يعني بقى تشجعيه بالعكس الا دار على برا يعني بقى تقولي له هكا سي با غاف ولكن البروشين فوا كنديرو في التواليت ماشي هذا عارفه بلي شويه قاسحه انك تصبري حتى لديك الدرجه تبقاي دابا ساعات بقى تقولي له ايوا صافي ماشي هنايا وهذا ودابا ساعات بقى تجمعي وديري سورتو الا كان الكبار حاجاكم. المهم كيمشي صبر ولكن سورتو ما تضربيهش وما تضغطيش عليه بزاف باسكو الا ضغطتي عليه اي دري كما داير ما غاديش يدير لك والو يعني فريمون ما غاديش يدير لك والو. هادشي علاش خاصكم تمشيو معاهم تسع الخطر. انا بيرسونال مش كندير معاه دابا حاليا كنت علمته في البوكي قلت لكم يجلس نعطيه بونبون نقول له شوفي الا عملتي بيبي غادي نعطيك بونبون ولا بسكوي. كيجلس كيبقى ما نعرفش كيدير كيعصر ما نعرفش كيدير وكيجيب لي كيقول لي ساي سي فيني سي بيبي كندير هكا ما كنلقى تما والو كنقول له نو يا ريان فهمتي. كيرجع عاوتاني ما عرفتش ما كانش كيفهم يخرجهم في البو ولا ما عرفتش بقى هكا حتى شي مره كيوقع له غير هكا ديزاكسيدو كيطلق وكيقول لي او كنحس بهذيك مزير كنقول له هذا راه طلق صافي وكنمشي نشوف كنقول له برافو تيا تاغاني بسكويت تاغاني بومبو كتشجعيه وصافي في الاول لكن من بعد صافي ملي كيتعلم ما تبقاش تعطيه داك الشيء باش ما يتولفش يصحاب له ديما العيد صافي هكاك حتى تعلم بدا كيديرهم كيجي فرحان كيقول لي ماما غوكا جي في بيبي ماما غوكا جي في كاكا مثلا بحال هكا كنمشي. من بعد وليت ندير معاه مرحله اخرى. الحاجه الاخرى اللي بديت نديرها معاه هي انه كنديه معايا للطواليت كنقول له برافو كناخذو الطاس كنقولوا يلا دير لي تيغي لي الماء وكندير انا تزيالو كنخوي ديك الشيء وهو كيتيري الماء وكنمسح له زعما صافي خديت فيه داك الشيء. من بعد ملي طلع لي الدم هنايا في الصالون دايره له في الصالون صالون قلت لكم واحد النهار في الميناج قلت لكم انا ترونت هنايا غادي ندي له البو ديالو للحمام ماشي الحمام التواليت صافي ملي ديتو له التواليت هكا ولا كيمشي كيجي كنوري له فين هو. سبحان الله البنات كان يعني انفو كيحس بهم ولكن الحاجه الوحيده اللي درت فيها الخطا نسيت ما قلتها لكمش نهار اللي علمتو البو عاوتاني نخلي له سليب ولا نخلي له سروال باش هكا زعما كان بارد شويه الحال ملي بديت له انا باش نخلي له سروال ولا شي حاجه بحال هكا. كنت كنقول لا لا غادي يبقى في الزقلي دابا ساعه نبقى نبدل دابا ساعه شحال قدني من بيجاما شحال قدني من هادي ونبقى نحشيهم في الماكينه هكاك صافي خليته عريان خليته من هنا من التحت عريان كيمشي فوق ما بغا بحال شي كليب حاجهكم ولا شي قطيط وكان صافي تعلم هكاك. ومني صافي تعلم البو كان كيمشي كيجري من فين ما كان يشدوه ديك الشيء كيمشي كيجري للطواليت كيحل كيدير في البو ديالو كياخذ الطاس ديالو كيخوي في الطواليت وكيخوي عليه الماء. المهم تبارك الله كان كيدير كلشي داكشي ديالو كوم الفون. من بعد بغيت صافي تعلم في الطواليت بغيت ما بقاش ندير له لاكوش على برا وقلت باش يتولف خاصني ندير له سروالو باش يفهم بلي عنده سروال. ملي درت له السروال البنات بديت له بالكيلوت جو كخوا درت له كيلوت في الدار غير درت له كنشوف الدري كيدير فيه بيبي كيدير فيه كاكا ما فهمش بلي راه عنده الكيلوت ماشي لاكوش يعني ما عرفتش كيفاش جا في عقلو بلي راه هذاك الشيء صاي سي لي كوش ولا ما فهمتش ولا كيطلق بحال ينسى طواليت نهائيا ينسى يقول لي بيبي ينسى يقول لي مامو كاكا ولا شي حاجه بحال هكا ينسى كومبليتمون بحال بديت معاه من الزيرو. ودابا هذه 15 يوم باش بديت معاه بحال نقولو من الزيرو صافي وليت الدري والو السليبات كيدير لي فيهم ما بقاش عندي ستوك ديال السليبات خاصني نزيد السليبات ولا داك الشيء مشيت للاوركسترا باش ناخذ السليبات صافي. من بعد هكاك درت له سليبات صافي قلت سي با غاف يدير يفزق يدير اللي بغا في البيجامات المهم غادي يتولف بالسروال
صافي بقيت هكاك ضيعهم لي عاوتاني ضيعهم لي عاوتاني ضيعهم لي شي 3 فوا 4 فوا دار فيه ما بغاش يفهم. كنت في الاول شويه بديت نغوت عليه كنقولو علاش كديرو هذا باسكو صافي عصبني. كنت كنفهم وكنقول زعما راه كيفهمني هو راه باقي صغير ما كيفهمش. غوت عليه وهذا من بعد قلت له هادشي سافا با فهمتي فهمتو يعني سافا با يعني ملي كتغوتي عليه بحالي ما كتكبي الماء في الرمله وكيزيد يديرهم تما كيقول يعني كتغوتي عليه شنو شونج كوا كيتولف صافي. من بعد بديت كنقول له شوف سام تا كيلوت تا باراكوش هادي كيلوت هادي كتولى فزكتي فيها راه ما غاديش تمشي تلعب الا فزكتي فيها. ما كنتش كندير له البينيسيو بصح ولكن كنت كنقول له صافي صافي. من بعد بدا كيتولف لي مع داك الكيلوت شويه بعد المرات كيخرج لي النص ديال البيبي يعني ديك النقطه الاوليه ابخي كيقول لي بيبي كنقول له كور 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 للتواليت كنجري معاه بحال هكا بحال شي دريه صغيره يعني كترجع بحال شي دريه صغيره كنجري معاه كور 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 صافي فيت 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 كنهبط كنمشي للتواليت كنقول له يلاه فادي سو سليب هبط سليب على داكشي قلت لكم خذوا له سليبات يكونوا كبارين شويه عليهم باش يقدروا يهبطوهم صافي. كنقول له هبط سليب هبط سليب كيبقى يدير مسكين ها 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 ما كيعرفش كنعاونو زعما بحال اللي هو اللي دارو صافي. كنقول له يلاه ودير تما فين بديت معاه يعني بشويه بشويه كان كيدير بارتيف زعما بالكلاس ولكن كتشوفوا ملي كيبداو يديروا بيبي داكشي ديالهم كيبقى يوقف وكيخرج البيبي على الطاس يعني امبوسيبل انه يمشي لهم من داخل كيمشي لهم بحال هكا ديريكت. على داكشي صافي شنو وقع لقيت كيف الزقلي في الطواليت دابو ساعه عاش في الفودير وهذا قلت له نعلمو بلوقيف صافي. وليت كنقول له سام با ايساي كوم سا نورمالمون بيبي سي كوم سا صافي. ولينا كنوقفو وترونكيل هيدا علمتو بقى مع هكا 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 بقيت معاه شويه واحد قولي هكاك واحد 5 ايام 6 ايام قولو سيمانه كاع وانا دايره معاه الطواليت هكاك بلي كيلوت ولا كوش ما كنديرولوش في الدار هكا جالسه وصافي كنديرولو جوست في لاسيست وفي النعاس. من بعد عاد قلت لكم مره كنحيدو لاسيست ما كنديرولوش كاع فهمتوا حيت في لاسيست تشوفوا في لاسيست كاع ما كيطلقوش الدراري كيطلقوا فوق كيطلقوا مني كيف ضربهم الفيقه ان فوا كيفيقوا كيطلقوا وهم ان فوا كيحل العين الا كنت عارفه راسي راني حداه ان فوا كيحل العينين كنبقى كنقول له سام تا با لا كوش اتونسيون تو في با بيبي ايسي يلا تواليت داك الساعه كيمشي. وحاجه وحده البنات الحاجه اللي مهمه في هذا الشيء هو انكم دابا وساعات بروبوزيو على الدري واش باغي يمشي للتواليت ولكن بروبوزيو عليه ولكن ما تستناوش انه يسمع لك انكم تستناو منه انه يقول لكم اه يعني سي امبوسيبل. ملي كتكونوا كتبداو معاهم الدري كيكون يا اما دابا الدراري فلاش ديالو يا اما كيلعب يا اما كيتفرج يا اما جالس كيدير شي حاجه اللي كتعجبو راه ما تلقايهش جالس وصافي وقنطان باغي غير فوق تقولي له انت يلا نمشيو للتواليت ويمشي معاك نو يعني كيكون داير شي حاجه. وان فوا كتقولي له مثلا سام تشوف عليه التواليت كيقول لي نو وداك الساعه الا خليته غيطلق يقدر يطلقهم فهمتوا حيت كيكون صافي عمار يقدر يطلق لك شويه ويقول لك اه مامون بيبي عاد تديه وعاوتاني تبدلي له هذا. الوغ شنو كندير انا تولي 30 مينوت على داكشي في هاد الايام ما تلقاوش عندي الوقت نهائيا فريمون كنلقى الوقت غير بزز كنقابلو كل 30 دقيقة ربع ساعة على حسب فوق كنتفكرو صافي 30 دقيقة كنقولو فيا 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 كناخدو كنجرو فيا سام فيا سام فيا سام. بعد المرة كيكون كيلعب كيقولي نو نو جوفو جوي ولا بغيت ناكل ولا شي حاجة بحال هكا كنقولو وي وي توت سويت توت سويت فيا فيا فيك مامو فيا. كندير راسي حتى أنا جالسة في التواليت كنهبطلو كندير كنلقاه فيه خيرة الله واخا يكون غير نقيطة البنات أنا ديك 30 دقيقة ضروري نديه ومني كيخرج غير نقيطة كنقولو واه برافو أموا سابع بعدا كاين هادشي راه هو هذاك زعما برافو وكيتشجع وكيعجبلو الحال كيفرح كياخد داكشي اللي في الطاس كيبقى يوريه ليه الا دارو بوحدو كيمشي عند بابا كيرجع لعندي المهم كيكونوا فرحانين وكيعجبلهم الحال يديروا هادشي. من بعد البنات صافي بديت معاه هكاك وليت كنعلمو يدير بلوقف ولكن الحاجه اللي كندير معاه هي كنمشي معاه باسكو بلوقف كتشوفو ما يقدرش يفيزي ديريكت مو لو دخول اللي كاين في الاخر في البو يعني يقدر يخرج هكا ولا هكا لو كنمشي معاه الاغلبيه باش كنهبط له حتى السليب ديالو باسكو باقي ما كيعرفش يهبطوني شان كيبقى يهبط من هنا وكيبقى له واحد هنا يعني خاصو يهبط اليد من هنا واليد من هنا باقي كنعلمو وصافي. بالنسبه ل كيف قلت لكم تولي 30 مينوت ديوه للتواليت نتوما تبروبوزيو عليه باش يبقى له في عقلو باش يبقى دائما شي حاجه سميتها التواليت راهي عنده في عقلو سينو كتديوه نتوما تولي 30 مينوت وصافي. ما كاين لا كادو لا محزانون يعني ما كاين لا كادو لا والو ما تفش زعما اي فوا يتعلم ما كاين لا بيسكوي باش دير بيبي نعطيك بيسكوي ولا دير كاكا باش نعطيك بونبو والو من داكشي داكشي غير في الاول باش كتشجعي على شي حاجه سميتها البو باش كيحس بها زوينه.
صافي. من بعد البنات خديت قرار، من لقيتو هكا كيدير مزيان وكيمشي للتواليت يعني كتفكر شويه ما بقاش كيديرو، صافي قلت حيت يعني خديت قرار اني نحيد له كوش كاع. ميم ديك لي كيلوط ابرونتيساج نتاع الدراري كيكونوا كوش كيلوط كيتعلموا فيه الدراري، ولا وقع لهم شي زكزاك سيدو ما كيخرج لهمش بيبي سينو كيكون بحال الكيلوط. ميم هذاك حيدته له، يعني ما بقيتش كندير له البرا نهائيا. شنو كندير؟ كنركبو في الطوموبيل كنقول يا ربي سلامه ما يفزقليش الكرسي ونصدق بيبي وديك الشيء وكلشي مخانز. اش كندير هو انه كنقول له سام في اتونسيون، عندك راه ما عندك غير الكيلوط وعندك اسم تطلق في الطوموبيل باسكو غادي دير ان غون بيتيز وداك الساعه ما غاديش تقدر تلعب وما تقدرش وغادي توسخ بباح ديالك يعني حويجات وما غاديش تلعب وما غاديش نعطيك كادو. كيقول لي اوكي داكو، كنقول له بغيتي دير بيبي كيقول لي نو، كنقول له داكو با في اتونسيون سام سيل تو بلي. صافي كنبقى معاه باش في الطوموبيل وكنفكرو دابا ساعه كنقول له سام اتونسيون تو فا فير بيتيز نو با بيبي هادي كنبقى معاه هكاك هكاك حتى كنوصل للبلاصه واخا تكون 30 دقيقه ما كيدير لي والو، ولكن انفو كنزلو الطوموبيل سوا كاينه تواليت حدايا راه غادي ندير، ما كاينه تواليت البنات غير حدا الطوموبيله ديالي راه دري صغير غير حدا الطوموبيل كندير له السريويل ديالو هكا حيت فيت في عنده السراويل جوغينغ. دابا مؤخرا ملي كندير له دابا هادشي كاع السراويل اللي غادي تشوفوني كنديرهم له، ماشي ديك السراويل بحال لوان كليغ ولا باين فيهم البيبي، كندير له بلو ماري كحال هكاك شي الوان اللي ما كيبانش فيهم بزاف يعني واخا يدير بيبي الناس ما غاديش يشوفوا فيه باللي عنده بيبي. صافي وكنهبط له كيطلق. المهم شحال ما طلق لكم واخا غير نقيطه، المهم بعدا كتاسوغي بلي صافي ديك 30 دقيقه بعدا طلق فيها هادشي، يعني ما عندوش واحد الريزيرف اللي كبير انه يطلقوا في حوايجو. صافي من بعد صافي كنمشي معاه كنلعبو كلشي، ودابا ساعه من فوق كيلعب شويه كناخذو من اللعاب كنقولو فيها فيها تويت حيت ولا قلت له يلا دير بيبي غادي يدير لك انكريز ويقول لك نو ما فيهاش ديري له قولي له حتى تمشي شويه وجري معاه، جري دائما جري خاصك دائما تجري وديري له ديك الصوت نتاع فيها 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 تتويت 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 كيت اكسيتا كيسحب له بلي كتلعبي معاه ولا جو سي با انا، ولكن كيت اكسيتا وكيجي كيبقى كيجري وكيضحك كتقولي فيها فيها بي 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 تتويت ابري كتهبطي له كديري له البيبي ديالو الحاجه ديالو كطلعي له السليب ديالو السريويل. صافي على حسب البلاصه سواء كاين تواليت سواء ما كاينش، دابا مادام باقي صغار ماشي مشكل ولكن انفو يكبروا داك الساعه خاصهم الالتزام بالمناطق يعني اللي فيهم تواليت وكلشي. دابا غير باش ديباني وصافي. الحاجه اللي محتاجه نشريها اللي وريتها لي صاحبتي لطيفه من اليوتيوبرز اللي عندها ام لينا كيسميتو، ورات لي واحد اللي ماشي لانج ولكن واحد التيسو بحال هكا داير بحال فواط وعندهم بلاستيك من التحت كتعقلو ملي كنولدو بالنسبه للعيالات اللي ولدو في لوبيتال كيعطوها لنا كنديروهم حاجهكم باش نجلسو في الناموسيه ديالنا باش ما يتزلعناش تما الدم ولا حاجهكم ملي كنكونوا باقي الله ولدنا، وكيديروهم واقيلا حتى لي بيبي الله وعلى ما بقيتش عاقله كيديروهم حتى لي بيبي. هادوك هما اللي بقالي، مشيت لواحد الفرماسي ما جبرتهمش باسكو قالت لي هادو كنديروهم فلاشيز ديال البيبي في الطوموبيل حتى الا وقع شي حاجه، باسكو ديجا وقع لي ملي خرجنا وهذا فزق في حويجاتو وقعت له يعني ناكسيدو هكا دار بيبي في راسو. فينا البنات دارها المره الاولى في إليغاتورلاند واحد الحاجه بحال غويال كيدز راه هي في ليمان، مشينا انا وصاحبتي وبنتها وهذا مشينا باش نلعبوهم كلشي وكان كيلعب وكلشي تيتو التواليت 30 دقيقه مشيت ديتو التواليت جلستو بقى كيبكي كيقول لك ما فياش والو ما فيهش، جلستو في الطاس وكلشي والو كيقول لك ما فياش ما عندوش ما في حتى نقيضه، حيدتو من الطاس لبستلو السروال وكلشي مشى يلعب. داك الساعه البنات داك الساعه دار لي بيبي داك الساعه توت سويت ما فهمت والو، ومشيت كان عندي لي شونج وليت كناخذ معايا لي شونج دائما، خرجي ودي معك لبسه كامله من تقاشر شورت ولا على حسب الجو سروال كميسه ديالو ولا داكشي ديالو، خدي لبسه كامله بتقاشر وكلشي حيت ملي كي حاجهكم كيبولوا وهما ما عندهمش لاكوش كيبطلهم داكشي مع الرجلين ولا ما شفتيهش دغيا كيحكم له حتى تقشرات. صافي مشيت بدلت له ديتو للدوش وبدلت له كلشي صافي خرج عاوتاني واقيلا واش دارهم لي في نفس البلاصه اولا واحد النهار اخر دارهم لي في شي بلاصه ما كانش عندي لي شونج الله اعلم ما كانش عندي لي شونج واقيلا درتو هكاك ولا ما كانش عندي فين شونجي له باسكو ما غاديش نشدو انا نشونجي له في الزنقه يضربوا الريح ولا شي حاجه بحال هكا الله درتو في الطوموبيله بحال هكاك يعني. دابا عاوتاني نجلسو هكاك على ديك التوب ديال الكرسي هذاك غادي يتحيد ماشي مشكل يتصبن، ولكن الخايبه هي اللي تلقلك تما
الا طلق لك تما داك الساعه شنو كيكون؟ كيكون ملي كيطلق البيبي ديالو غادي يتسرب مع الكرسي وغادي يهبط لك الكرسي الطوموبيل، وداك الساعه راه ما يفكك واش تبدلي الكرسي الطوموبيل كامل، سي امبوسيبل. المهم هادشي اللي كاين وصافي، وبديت معاه هكاك بشويه بشويه. دابا حاليا كيمشي معايا في الطوموبيل، ما وقعت له حتى حاجه في 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 البيبي ديالو ولا شي حاجه بحال هكا في الطوموبيل بعدا عمر من ديك النهار، وحتى في الزنقه جامي في الزقلي. دابا كل 30 مينوت ميم با كنبروبوزي عليه كيخرج نقطه شحال ما كنبروبوزي عليه كيدير. فوالا هادشي اللي كندير له. سينو اخر مره مشيت للمدرسه جو كرو، ملي مشيت للمدرسه نقرا خليت تم، لا ماشي للمدرسه، النهار اللي قبله مشيت للاوركسترا مشيت نشري شي حاجه خليتها مع بابا، وقلت له عندك تولي 30 مينوت بروبوزي عليه تواليت، وقبل ما نخرج ديتو التواليت الاول دار بيبي، سينو ما كانش داير كاكا. الوغ مشى هو خلاني حتى خرجت قال لي مورا دار ديريكتومون، مشى دار كاكا واقيلا في كيلوت ديالو، ودار كاكا جاريه ويمكن دار شويه وقال تواليت ومورا ما نسمعوش كان خدام ولا ما تلاهاش مع حتى رجال ما تيقوش فيهم، باسكو يقدر يقول لك انا راه يلا خرجتي هو دارهم، انا عارفه بلي ماشي يلا خرجتو دارهم 100% دارهم ابخي. ما بروبوزاش عليه تواليت ولا شي حاجه بحال هكا. صافي على حسب كاين الرجال اللي غيحضروا لكم الدراري مزيان ويديوهم ويديروا لهم وكلشي كلشي، كاين اللي لا كاين اللي باغي غير الموجود يعني يدير له العكوش ويهني السوق بحال ديالي انا. صافي ومن بعد خليته هكاك وهو يدير له يدير له العجب في الطواليت في الكيلوت، ورا ما تفك مراد كيعف حتى البيبي يعسك الكاكا. المهم حاله داروا لي في الدار، ومني جيت لقيت يناري شنو بيستناني عرفتو روينه. وديك النهار وصافي اللي خليته لقيتو دار له لاكوش، وانا دابا قلت له ما تردلوش لاكوش، صافي جامي دلا في ما تردلوش لاكوش، سي بو حيدت له ديك لاكوش تمتم باش ما يتولف، لقيتو طلاق فيه ديجا بيبي الو حيدت له تمتم. زعما صراحه كيخرج معايا دابا فين ما مشيت خاصني نديه معايا، حتى الا خليته مع بابا كيدير له لاكوش كيقول لك انا ما بغيتش ديزاكتيدو بحال هكاك ديال كاكا، وهذا ما كيعرفش كيفاش يفكهم مع الكيلوت ماشي بحال لاكوش يتلوى ولا شي حاجه، الو كيقول لي ما تخلينيش معاه بحال هكا بلا لاكوش. على داكشي فين ما مشيت كندير معايا وفوالا. هذا هو احسن حاجه باش هكا يتعلم. ودابا كنلقاه باللي انفو كيجي بيبي ولا شي حاجه كيقول لي مامو بيبي، عاد كنجريو للتواليت ما بقاش كيخرج الاول عاد كيقولها لي. دابا هادي يومين. وشنو اخر في الزنقه كيف قلت لكم ما كيديرليش بيبي في سروالو ني غيا، كنخرجو هكاك وداكي ما كيقوليش بلي الحبيبات ديالي طفات لي الكاميرا. المهم كيف كنقول لكم غادي نحط هنايا باش تشوفوا الضو، كيف كنت كنقول لكم يعني ما كيقوليش في الزنقه ملي كيكون كيلعب ولا شي حاجه ما كيقوليش عمر اما مو بغيت ندير بيبي، جامي كيقولها يعني يقدر يطلقهم فيه، مي انا اللي كنديه انا اللي كان اوتيليزي له داكشي يعني كنديه يدير بيبي. دابا ساعه انفوا ننزل من الطوموبيل نطلع في الطوموبيل. المهم قبل ما تخرجي من الدار ضروري دوزي للتواليت الاول، او قبل ما تدخلي للدار ضروري عاوتاني يديرهم وكل كيف قلت لكم كيف وصيتكم زعما حيدوا له لاكوش نهائيا. وغادي تعرفوا واخا تصبروا في الاول كاين التصبان كاين بزاف د الحاجات غادي يدير لكم في ليكوا يدير لكم بزاف د الحاجات، مي نتوما شنو غادي ديروا معليكم الا تنيطواي وصافي ماشي مشكل. هكا تهنا وانفو بور توت كثر كثر الا كنتي حامله كثر كثر الا كنتي كتنتظري مولود ولا باغا تجيبي شي مولود، يعني خاصك ديجا تهناي من هذا المشكل ديال ليكوش مع ولدك قبل ما تولدي اولا قبل ما توحلي في راسك تكوني ثقيله وما قادره ديري والو. هادشي اللي كاين وكنتمنى نكون فدتكم شي حاجه فريمون، هادشي اللي درت وهادشي اللي صدق معايا وبغيت نبارطاجيه معاكم مادام طلبتوني، واصلا انا كنت غادي نبارطاجيه معاكم مني غادي نسالي مع كلشي. هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله بقى له غير لاكوش ديال الليل ان شاء الله مع المده، ما عرفتش فين كيحيدوا لهم لاكوش ديال الليل مي واقيلا حتى كيكبروا شويه والله ما عرفت، عطوني نتوما دابا الفكره. البنات اللي ديجا حيدوا لاكوش لوليداتهم عطوني كيفاش درتوا لاكوش ديال الليل، واش كتحيدوهم لهم فهاد لاج ولا حتى 4 سنين ولا 3 سنين ولا نتوما قولوا لي. صافي المهم تديشارجات ليا الكاميرا وخا ديال التليفون هي بيدي كيضرني شويه اليد. المهم ما بقى لي لا نقول لكم كنتمنى يعجب لكم الفيديو. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على الغجلب ديالي كيبان هو احسن من هذا الشيء دابا، راه هي الاضاءه مع التليفون ما غاديش يبان لكم مزيان. اللون ديالو غزال هو هذا ديال ميك اب فوريفر، هذا الرقم هذا 36 ميك اب فوريفر ماشي مات ولكن كيبقى لك توت لا جورني في الفم
انا كيلصق هو ماشي مات، ولكن واخا كولي ديري اللي بغيتي. انا قبيله خرجت به، خرجت مع صاحبتي، ما خلينا في جلسنا في البارك، ما نعرف شحال لعبنا، عراقيت مع سام وكل شيء، والله ما تحرك من فميها. كيبقى لك مخير بحال اللي ما دايره والو، بحال اللي ما كيتزوجش. هيدا كي داير وكيصبروا لي غوجا ليف ديالهم فيهم بزاف، حيت ما كيتحيدوش، فهمتوا؟ زوينين لي غوجا ليف ديالهم. هذا خديته في كيت، راني وريته لكم ديجا البارح في الفيديو ديال البارح مع المكياج اللي كنستعمل. ايوا صافي الحبيبات ديالي، المهم كنتمنى يعجب لكم الفيديو كيف قلت لكم. الا عجب لكم نزيدي با ديروا لي لايك باش هكا نفيدكم مره مره في المواضيع الاجتماعيه، ونفيدكم سواء في المسائل اللي كانت فعانا دابا وساعه، ولا في اي ورقه اي حاجه. يعني ديروا لي لايك باش نتشجع ندير لكم هذا النوع ديال الفيديوهات، باسكو الصراحه انا اللي كنلقاهم ما خدموش، راه ما كنتشجعش انني نديرهم مره اخرى، باسكو حتى انا راه كندير الفيديو باش يتشاف ماشي باش نشوفو انا وصافي. يعني عيطاني ندير هذا النوع ديال الفيديو الا ما كيعجبكمش، غادي نقدر ندير دي فيديو اخر اللي غادي يديروا لي مشاهده. هذا ما كان الحبيبات ديالي، وكنبغيكم بزاف بزاف، كنقول لكم نشوفكم غدا. الي تهلاو لي فراسكم، باي باي.